مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتي على اليوتيوب. في سؤال كتير بنسأله، وهذا السؤال يمكن من أكثر الأسئلة اللي بتيجي لأي واحد عايش في كندا من شخص بده يجي على كندا. سؤال قد يكون مهم جدا لأي قادم جديد، ولكن الجواب عليه صعب جدا لأي شخص موجود في كندا. أين أسكن في كندا؟ في أي مدينة؟ ما هي أفضل المدن؟ ما هي الأسعار؟ كل هاي الأسئلة هحاول أجاوب عليها اليوم في حلقتي، فخلوكم معي بعد الفاصل. أنا حابب في البداية، إذا حدا رح يعجبه هذا الفيديو، اعمل لي بليز شير عشان تفيد غيرك بالمعلومات اللي موجودة في هذا الفيديو. أنا تعبت وأنا بحضر هذا الفيديو. اعمل سبسكرايب عشان تساعدني وتزيد قدرتي على العطاء، واعمل برضو لايك للفيديو عشان تخلي الناس التانيين يشوفوا هذا الفيديو. شكرا لك. السؤال هذا طبعا من الأسئلة اللي بنتشر. أول سؤال بيسألوه الناس: أين أسكن في كندا؟ أي ما هي أفضل المدن؟ المدن في كندا مش كثيرة ولكنها مش قليلة. كندا كدولة شاسعة المسافات والمساحات، ولكن عدد السكان فيها قليل. إحنا حوالي 38 وإشي مليون نسمة. لو تقارنها بالولايات المتحدة اللي إحنا أكبر منها مساحة، إحنا تقريباً عشر السكان هم 340 مليون نسمة. فالرقم بالنسبة لمقارنة للمساحة هو قليل. معظم سكان كندا بيعيشوا في مقاطعتين اللي هم كيبيك وأنتاريو، ومعظمهم في أنتاريو عايشين بالقرب من الشريط الحدودي الكندي الأمريكي. في مقاطعة كيبيك معظمهم عايشين في مدينة مونتريال والمدن التي حول مونتريال. هي مدينة أو جزيرة في جنبها عدة مدن بسموها Greater Montreal Area مثل لافال وغيرها، وتورونتو أيضا هي مدينة ولكن في حولها عدة مدن مثل ميسيساغا، برامتون، أوكفيل، كلها يسموها GTA، مدن ثانية يسموها GTA Areas. الجي تي اريا فيها تقريباً 6 مليون نسمة، ومونتريال اريا تقريباً فيها 3 إلى 4 مليون نسمة. سؤال بتكرر، كيف اختار المدينة اللي بدي اروح؟ طبعاً احنا في عندنا مثل شعبي بيقول لك: محل ما ترزق الزق. فالجواب يعني بيعتمد على كثير. اذا انت عندك عقد عمل، إذا عندك أوفر للعمل، أو في جامعة معينة بدك تدرس فيها، فأكيد حتروح على هاي المدينة. أوكي؟ لأن كل مدينة لها حسناتها وسيئاتها. المقارنة بين المدن تقريبا مش صعبة، يعني كل واحد، يعني أنا عايش في مدينة يمكن أحبها وأعشقها ويمكن أكرهها، ولكن ما بعرف عن مدينة ثانية. عشان هيك في موقع بدي أحط لكم إياه على الشاشة، روحوا عليه، وهذا بيقارن لكم بين كتير مدن، بسهل عليكم كتير انكم تشوفوا المدن اللي حابين انكم تروحوا عليها او تعيشوا فيها. الموقع اسمه، خليني اكتب لكم اياه، نيمبو، ان يو ام بي بي، ايوه حطيت لكم اياه على الشاشه زي ما انتم شايفين، numbeo.com. تكتبوا اسم المدينة مع المدينة الثانية وبيقارنك، وهو بكتير شغلات منها الأسعار، منها الكرايم، منها الشغلات. لكن أجين برجع وبحكي انه اختيار المدينة يعتمد على العمل وأيضا الدراسة. إذا أولادك مثلا بيدرسوا في جامعات أو أنت بدك تدرس في جامعة، طبعا بدك تروح تسكن في هذه المدينة بغض النظر عنها كويسة مش كويسة راح تدرس فيها. الآن الأسعار، الأسعار يمكن من أهم الأشياء أو الـ الكيز أو المفاتيح اللي بتخلي الناس يفكروا في مدينة عن أخرى. أوكي، بنحكي عن أسعار عدة شغلات عشان نعرف قديش تقريبا بدنا نعيش في كندا. الآن نحكي إحنا عن مش طلاب، نحكي عن عوائل.
كل عائلة طبعاً في عدد الأفراد فيها بيختلف من عائلة لأخرى، وبالتالي المصاريف تختلف من عائلة لأخرى. برضو في عوائل يمكن يكون فيها ثلاثة أربعة ويكونوا مبذرين، بحبوا يطلعوا طشات، بحبوا يأكلوا بمطاعم، بحبوا يسهروا سهرات. هدول كتيرة، أنا بحكي مش إنه عادي، هدول بيكون مصروفهم أقل أكثر من ناس مثلاً. لا أنا بقول لك مثلاً أنا بستأجر فيلم بحضره أنا والعيلة $3 أفضل من إني أروح أدفع لكل واحد $10 بالسينما مثال. أنا بطبخ في البيت مرة واحدة بطلع بالشهر، فبيختلف الموضوع. إنه تسأل واحد أديش والله بتكلف المعيشة في كندا، هذا إشي تقريباً مستحيل. في ناس ممكن يصرفوا 3000 بالشهر، في ناس ممكن يصرفوا 10000 بالشهر. أوكي، تقول لي شو الأفرج؟ أقول لك اللي بالنص، يعني 4-5000 هذا المتوسط. أوكي، فهذا المتوسط لعائلة متوسطة مصاريفها متوسطة. خلينا نحكي شوي الآن عن الأمور المهمة اللي لازم تفهمها عشان تعرف كيف تحسب قديش حتصرف في كندا. طبعا قبل هالشوية بدي أرجع أذكر الناس في موضوع اختيار المدينة. اختيار المدينة بيعتمد على كثير عوامل، منها أول شغلة اللغة. في ناس بقول لك أنا بدي أروح على مونتريال، مونتريال سمعت عنها كويس كتير. يس مزبوط، لكن معظم سكان مونتريال أو ناس نحكي السكان بيحكوا لغتين في مونتريال، لكن المقاطعة اللغة الرسمية إلها اللغة الفرنسية. مدينة مونتريال مثلا في نيو برونزويك اللغة الرسمية فيها أو معظم سكانها بيتكلموا اللغة الفرنسية. فإذا أنت تتكلم لغة فرنسية بالعكس it's good إنك تروح. في ناس بقول لك لا أنا بدي أروح على مثلا مسيساغا بس هو متكلم باللغة الفرنسية، إذا أنت بتتكلم اللغة الفرنسية لا روح غاد، روح غاد. يعني إذا أنت من الناس اللي تتكلم باللغة الإنجليزية خلك في المقاطعات أو المدن اللي تتكلم اللغة الإنجليزية. إذا أنت حابب تدرس لغة جديدة بالعكس روح على يعني كله بيعتمد عليك، بس لازم تكون عامل اللغة مهم جدا. أنا مثال بحبذ جميع الناس اللي بيجوا يجي يخلوا أولادهم يدرسوا اللغة الفرنسية والإنجليزية في مدارس بسموها immersion اللي هي المدارس اللي فيها اللغتين. فأنا بحبذ الناس إنه يدرسوا أولادهم اللغتين لأنه هذه مهمة جدا في دخول العمل سوق العمل وخاصة الحكومة لما تشتغل بالحكومة. الشيء الثاني اللي هو عدد السكان، وهذا مهم جدا 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 في اختيار المدينة. في ناس بيحبوا السكان الكبيرة، في ناس المدن الكبيرة، في ناس بيحبوا المدن الصغيرة. كله بيعتمد ايش انت عندك. في ناس بقول لك انا بديش اضيع لي ساعتين بس مواصلات بين مدينة ومدينة، لا انا بدي اضلني في مدينة واحدة وعايش كل شيء قريب علي. كله بيعتمد عليك انت وشو البريفرنس تبعك. طبعا المدن الكبيره فيها opportunities او مجال للعمل اكثر من المدن الصغيره، ولكن لا يعني انه الناس في مدن صغيره لا تنجح. بالعكس في قرى ناس نجحوا فيها في قرى صغيره وبالعكس نجحوا في قرى صغيره وعملوا عمل اعمال بزنس وشغلات رائعه جدا. السكن، في ناس أول سؤال بيسألوه كيف نختار السكن. اختيار السكن من الشغلات اللي كتير مهمة جدا، لأنه اختيار السكن بيعتمد على عدة أمور. العامل الأول والمهم جدا اللي هو قرب السكن من الأماكن اللي بدك تروح. إذا بدك مجامعة مثلا لازم يكون كل مكان قريب كل مكان أفضل. إذا في مدارس معينة أنت بدك تودي أولادك عليها، مثلاً في ناس بدهم يدخلوا أولادهم مدارس خاصة، مدارس إسلامية، في ناس بدهم يدخلوا أولادهم مدارس internal school whatever okay، أو مدرسة مثلاً public بس مدرسة معروفة إنها مدرسة كويسة حسب تصنيفها. فهذا بيعتمد على موقع السكن، قربها من الأسواق والمواصلات، خاصة إذا ما معك سيارة. حنحكي عن موضوع السيارة، هذا مهم جدا جدا. فاختيار السكن على العمياني زي ما بيحكوا، أنت مش شايف الموقع أو مش داخل على الخريطة، هذا للأسف قد يؤديك إلى مشكلة. لأنه السكن إذا اخترت سكن لازم تلتزم في سنة على الأقل. في طرق أنك تخرج من هذا السكن، ولكن لازم تأمن واحد يسموه سبليز أو يأخذ العقد ويكمله عنك، وهذا الموضوع مش سهل جدا. الآن كيف أعرف أسعار السكن؟ أسعار السكن يمكن هي أكثر شغلة تتراوح أسعارها في كندا، يعني
معظم الأشياء الثانية الأسعار في كندا متشابهة، أسعار السكن هي أكبر عامل بدك تفكر فيه. ليش؟ لأنه سعر السكن مثلا شراء منزل في مدينة تورونتو يختلف عن شراء منزل في مدينة نيو برونزويك، في مدينة نيو برونزويك مقاطعة سوري، في مدينة سان جورج أو في هاليفاكس. أوكي، السعر قد يكون 3 أضعاف، قد يكون 4 أضعاف لنفس الحجم ونفس المساحة ونفس المنزل. أوكي، وبالتالي استئجار المنزل راح يكون تقريبا نفس الشيء. مثال، في مدن أجار المنازل فيها يزيد عن 3000 دولار إيجار المنزل، وفي مدن ممكن تستأجر فيها ب 1200-1300. فسؤال إنه كم أجار المنزل يعتمد على المدينة، يعتمد على المكان، ويعتمد على الموقع. يعني الداون تاون عادة بتكون أغلى، الأماكن الثانية بتكون أرخص شوية لكل ما تطرفت وبعدت عن المدينة. أسعار المنازل كشراء برضو بيعتمد على الموقع وبيعتمد على الحجم. طبعا سريعا أنواع المساكن، يعني عشان نكون سريعين، في عندك طبعا بيعتمد على عدد الغرف وعدد أفراد الأسرة، ولكن في عندك نوعين، واحد اسمه كوندو. كوندو هدول اللي هو اللي بيكون شقق، بس تكون الشقق هاي مخدومة، يعني أنت مش لازم تنظف الثلج ولا تنظف قص العشب والأمور هاي. هاي بسموها كوندومينيو، بتدفع كوندومينيو فيز، ممكن أنت تدفعها، ممكن صاحب الشقة، بتكون انكلودد في الأجار. وفي أبارتمنتس أو شقق، هاي بتكون في عمارات، عادة بتكون شقة أنت إلك ما في الشقة، وعادة بتكون غسيل اللي هو الواشنج ماشين، عادة بتكون في الطابق الأول. هاي بسموها كوندوز أو أبارتمنت. هاي كويسة للناس اللي عدد أفراد الأسرة صغير، لأنه عادة بتكون صغيرة، في منهم 3 غرف، في 4 غرف، لكن بتكون قليلة. هاي في الأنواع الثانية، البيوت المنازل، في نوع بسموه تاون هاوس، بما معناه أنه بتكون منازل 4 ملتصقة مع بعض، حجمها مش شرط أنها يكون صغير، ولكنها بتكون أنت ملتصق بجارك وجارك وجارك، بسموها هاي تاون هاوس. هاي بيكون أرخص المنازل إيجارا. بعدين في سيمي ديتاتش اللي هو بس إلك جار واحد، من هون فارغ ومن هون فارغ، وبالنص أنتوا بينكوا حائط، سيمي ديتاتش. وفي ديتاتش هاوس اللي هو بيكون هاوس لحاله، لا من اليمين ولا من الشمال، بيكون قريب عليك جارك، يعني مش شرط إنه يكون بعيد، لكن مش ملتصق فيك بالحائط، وبيكون في معظم هاي الثلاث دور اللي هو تاون هاوس، سيمي ديتاتش، وديتاتش أو سينجل هاوس، لأسماء معينة. هدول معظمها بكون عندك باك يارد، ممكن تقعد فيه تعمل باربيكيو، تقعد أنت والأولاد بالصيف. طيب، عشان نعرف أجار المنازل، وفي كتير مواقع، في كتير مواقع برجع بحكي، وأنا مش أفلييتد مع هاي المواقع، ولكن هذا الموقع كي جي جي بعطيك صورة. في كتير مواقع ثانية، ولكن هذا من أشهر المواقع اللي فيه، بعطيك صورة عن الأجار وعن أسعار البيوت. طبعا في realtour.ca برضو بعطيك عن الأجار وأسعار البيوت، وهذا أتوقع الموقع اللي أكثر، خلينا أكتب لكم إياه، realtour.ca، هذا الموقع اللي الأكثر يعتمد للشراء منه للإيجار، ولكن الكي جي جي في إيجار أكثر. فهدول الموقعين أمامكم، أو الثلاث مواقع، ريل تور هذا عشان الشراء معظمه، كي جي جي يعني معظمه للإيجار وبيع أشياء ثانية، أنا بنحكي على العفش والهاي، ممكن تلاقوا برضو في أسعار كويسة، ونمبيو هذا للمقارنة بين المدن. هذا اللي حكينا عنه السكن. فعشان هيك مثال مدينة جاتينو ممكن تستأجر فيها ب 1400 مثلا، نفس البيت تروح تستأجره في تورونتو ب 3500، نفس البيت، أوكي، أو نفس الحجم خلينا نحكي. فعشان هيك نعطيكوا أسعار على الأجار، هذا يعني، واللي بعطيكوا هذه الأسعار أنا يعني بعتذر، لكنه هذا مخطئ، لأنه كل مدينة تعتمد إيجارها على عوامل كثيرة. خليني أحكي شغلة مهمة،
إنه الإيجارات تختلف أيضا من سنة لأخرى. فإذا أنت حاضر هذا الفيديو ب 2020 يمكن تعرف بعض المعلومات عن الأسعار، ولكن إذا حضرته بعد سنة سنتين الله أعلم الأسعار كيف تكون. بعطيكم مثال، في مدينة أوتوا قبل سنتين كنت ممكن تستأجر بيت منزل تاون هاوس ب 1500-1600 دولار، أوكي؟ الآن في 2020 عشان تستأجر نفس البيت بدك 2100-2200 دولار، بدنا نحكي من 2000 ل 2000، فزاد 400 دولار خلال سنتين. فهذا مهم جدا جدا جدا. طبعا في أمور كثيرة بتلعب في الدور في استئجار المنازل، ومنها عدد الأطفال، لأنه في ناس بقول لك أنا ما بدي أجر مثلا ناس عنده 10 أطفال مثلا، فبحاولوا أنه يبتعدوا عن هذا الموضوع. كل ما زاد عدد الأطفال بدك غرف أكثر، وبالتالي الإيجار بيكون أصعب وأغلى. فخلينا نكون متوسطين، أسعار البيوت، أجار البيوت من 1500 تقريبا بالشهر إلى 3500، أجين بحكي هذا المتوسط، يعني ممكن تلاقي بيت بألف وممكن تلاقي بيت ب10,000، هذا المتوسط لإيجار البيوت. أوكي؟ طيب نحكي عن الشغلة اللي بعدها اللي هي المواصلات، وهي اللي بتأخذ بعض المبالغ اللي أنت بتفكر فيها. المواصلات في لك حلين، وبدي أحكي عن اثنين شو حسناتهم وشو فوائدهم. الحل الأول اللي هو أنك تشتري سيارة. السيارة بتساعدك كتير، ولكن السيارة في إلها حسنات وفي إلها سيئات. مصروف مهم جدا 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 السيارة. المصروف الأول في السيارة سعر السيارة نفسها، ممكن تشتري سيارة قديمة ممكن تشتري سيارة جديدة، كله بيعتمد على قديش أنت معك مصاري. أسعار السيارات موجودة على مواقع بيع السيارات، سهل تدخل عليها خاصة الجديدة. القديمة ممكن تدخل على الكي جي جي وتشوف أسعار السيارات القديمة. طبعا في شغلة تقسيط، ممكن تشتري سيارة بالتقسيط لمدة 7 سنوات 8 سنوات، تدفع لك 400 دولار 350 دولار بالشهر. هذا المتوسط للسيارات العادية، أنا بحكي المتوسطة. إذا تشتري سيارة جديدة وتطلعها وكالة وتدفع أسعارها بالتقسيط، الأسعار السيارات الجديدة بتراوح من يمكن 500 دولار تشتري سيارة يدوب ماشية فيها شوية مشاكل وانت بتحلها، ممكن تشتري ل 10,000. أسعار بتختلف من سيارة لسيارة، بس إجمالا أسعار السيارات في كندا مش غالي مقارنة بدولنا العربية. لكن السيارة بيجي بعديها عندك تصليحات، الباركينج بدك تروح تصف في مكان تدفع لك 10 دولار 15 دولار 3 دولار 4 دولار حسب المكان. البنزين تبع السيارة، أسعار البنزين تختلف من يوم لآخر، الآن تقريبا اللتر بدولار، بعدين بيعتمد على المدينة برجع أحكي. الصيانة تبعت السيارة، تغيير زيت وما تغيير زيت وبكات وعجال وا وا كل هاي الأمور. والشغل الأهم اللي هو موضوع التأمين على السيارة. موضوع التأمين على السيارة من الشغلات اللي كتير كتير بتأثر في السعر. ليش؟ لأنك يمكن تشتري سيارة ب 350 دولار بالشهر زي ما حكينا قسطها، ولكن تأمينها 350 دولار بالشهر. Make sense? Doesn't make sense? هذا اللي موجود الآن. أجين موضوع التأمين بيعتمد على المدن. مثال التأمين السيارات في مقاطعة كيبيك أرخص التأمينات الموجودة في كندا حسب علمي. أنتاريو من أغلى التأمينات هو مقاطعة بريتش كولومبيا، هدول مقاطعتين كثير عندهم التأمين غالي، يعني ممكن تدفع لك 350-400 دولار بالشهر لأنك قادم جديد بكل سهولة. الآن كل ما زاد عندك الإكسبيرينس، خليني أحكي كيف بحسبهم التأمين بشكل عام. أوكي، التأمين بيعتمد على المقاطعة، أنت في أي مقاطعة، بيعتمد على أنت في أي مدينة. يعني إذا أنت بمدينة مقاطعة أنتاريو بس بمدينة أوتوا يمكن أرخص التأمين من مدينة تورونتو. أوكي، بيعتمد على الشارع أو الحي اللي أنت ساكن فيه. إذا هذا السكن الحي في سرقات، أو هذا حي يمكن ناس كتير غنية ففي سرقات سيارات أكثر، بروح شركات تأمين مزيدين لك السعر. فيمكن أنت بنفس المدينة بس بين حيين السعر بيختلف. بيعتمد على السيارة نفسها قديش سعرها الحقيقي. طبعا بيعتمد على عمرك، إذا أنت أقل من 25 أعتقد أو أكثر من 25، إذا أنت عندك فاميلي بيعتبروك مور ريسبونسبل أو مهتم بصحة، هذا مش طايش زي ما بيحكوا الشباب. وآخر شيء بيعتمدوا على خبرتك في السواقة في كندا.
حتى مش في أمريكا. يعني بعض الشركات ممكن تأخذ أمريكا، فعشان هيك الرينج تبعها ممكن يعتمد من أحكي لكم، أنا كنت أدفع مثلا في كيبيك $30 بالشهر، لما انتقلت على أنتاريو صرت أدفع $140 بالشهر، بعدين نزل الآن $100. الآن في ناس بيدفعوا في تورونتو $400 $300، في ناس بيدفعوا $200. أجين بيعتمد، ولكن هذا مبلغ لازم تكون حافظه وعارفه، لأنه هذا أهم شيء في شراء السيارة. هاي موضوع السيارة. الحل الثاني إنه يكون عندك، طبعا السيارة لها كتير حسنات، خاصة لما يكون عندك عائلة وبدك تروح، خاصة بفصلي الشتاء، بدي أحكي البرد هذا، يعني لما تطلع وتستنى الباص ودرجة الحرارة مثلا 20 تحت الصفر أنت أولادك، صراحة إشي صعب، خاصة بيوم السبت والأحد بنقصوا عدد الباصات لأنه الناس مش كتيرة، فبالتالي يمكن انتظارك للباص راح يكون أكثر. في بعض الأبس ممكن تساعدك أنك تعرف متى حيجي الباص تقريبا، فتساعدك أنك تعمل سكاجولينج وتعرف الوقت 100%، ولكن باعتقادي أن وجود سيارة خاصة مع عائلة بيكون أفضل، وخاصة لما تروح تعمل شوبينج. يعني أنت تهيأ، أنت بدك تروح تعمل تبضع للبيت، بدك تشتري مثلا شغلات وزن 20-30 كيلو تحمله من محطة الباص للسيارة، فإذا أنت مثلا للبيت، فإذا أنت ببيتك جنب محطة الباص هذا نعمة، إذا بعيد حتمشي لك مثلا 2 كيلو 3 كيلو كيلو 200 متر حسب الحجم أو الوزن اللي أنت حامله. فأجين هاي الشغلات مهمة. الحل الثاني إنك تشترك في أو تطلع في المواصلات العامة. المواصلات العامة متوفرة تقريبا في كل المدن، في ناس بحبوها في المدن خاصة الكبيرة لأنه عشان موضوع الأزمة، في ناس بيضيعوا ساعات في الأزمة في المدن الكبيرة مثل تورونتو ومونتريال، وموضوع الباركينج، هذول الموضوعين اللي هم أغلى إشي خاصة في الداونتاون. فبقول لك لا أنا بطلع باصات. طبعا المواصلات العامة في لها ياما بتطلع مرة واحدة، برضو بيعتمد على المدينة، هذا السعر مش مقاطعة، هذا كل مدينة لها سعر. في مدن الدولارين ونص التيكت، في الدولارين تبع الـ one time use، وفي مدن بأربع دولار بيتم. وفي بتقدر تشتري كرت شهري للمواصلات، هذا بيعتمد من برضو على المدينة، في مدن $80، في مدن $100، في مدن $150-$160. فاللي بقول لك سعره كذا برضو مخطئ، ادخل على المدينة اللي انت ناويت عليها راح تلاقي كل هاي المعلومات موجودة. مثال مدينة أوتوا 130 للباصات، وهذا برضو بيعتمد على عدد الباصات، في باصات اسمها إكسبرس تدفع أكثر، في ناس بقول لك أنا بس لا بدي باصات لأنه بيعتمد عليها، في ناس بده الباصات والمترو، فبيعتمد على هذه المدينة. في المدن الصغيرة أكيد سعرها أقل لأنه عدد الناس اللي بيشتركوا فيها أقل. فبدك تحسب انك بدك اذا انت بتطلع في الباصات وافراد عائلتك كل واحد بده يطلع في الباصات، فهذا مصروف اخر. الاكل من الشغلات اللي كتير ناس بتسال عنها، قديش بكلفني الاكل في كندا. طبعا في هذا بيعتمد برضو على العدد افراد الاسره، ولكن الافرج بدنا نحكي من يعني أنا بحكي أسبوعيا تقريبا المصروف من $200-$400 أسبوعيا. لما تروح تتبضع مرة واحدة بتشتري سمك ولحم وجاد، نحكي يعني من $200-$400. فالأفرج بالشهر من $1,000-$1,500، خلينا نحكي هذا، بيعتمد على عدد أفراد الأسرة برضه. في ناس مثلا عدد أفراد الأسرة 10 ما شاء الله أكيد بده أكثر يعني، فأنا بحكي على أربع أفراد أعتقد أنه 200-250 أسبوعياً بكفيهم، لكن أجيب بيعتمد شو اللي بدك تشتري، يمكن أحياناً تشتري أشياء أكثر يمكن أقل، فبيعتمد. الآن معظم الناس بتروح على محلات السوبر ماركتات، بدي أحكي عن شغلتين عن السوبر ماركتات. الشغلة الأولى عن السوبر ماركتات اللي هي سوبر ماركتات الحلال، موجودة في معظم المدن الكبيرة،
يعني مدينة ميسيساغا بتلاقي فيها يمكن أكثر من الدول العربية في الحالة، تورونتو، برامتون، أوتوا، مونتريال، المدن الكبيرة بتلاقي فيها، فانكوفر. المدن الصغيرة أو القرى راح يكون هذا الوضع أصعب، بس في ممكن تروح يعني أنت مسافة صغيرة هيك ساعة بالسيارة توصل تروح تتبضع، بتلاقي في المحلات العربية كل شيء تقريبا، حتى القهوة العربية، قهوة العميد، قهوة النجار، الزعتر، الميراميل، كل الشغلات اللي بتفكر فيها دولنا العربية موجودة في المحلات العربية. قد يكون سعرها بس مش مستاهل انك تجيبها من دول ثانية. فهذه الأطعمة العربية والأكل الحلال أو اللحوم الحلال تقريبا موجودة في كل المدن الكبيرة. المدن الصغيرة طبعا بتكون أقل، يمكن تلاقي يمكن لا، بيعتمد. الآن في نقطة مهمة في الشوبينج، وأنا عملت عدة حلقات عن الموضوع، ممكن تروح على قناتي تشوف الموضوع. في الشوبينج في شغلة اللي هي السوبر ماركت. في سوبر ماركتات رخيصة، في سوبر ماركتات غالية، يعني السوبر ماركتين ممكن يكونوا جنب بعض بنفس الشارع بس بيختلف السعر بينهم. مثلا الوول مارت، فريشكو، وفود بيزكس، مش كل المدن فيها هاي، بس يعتبروا من تقريبا أرخص السوبر ماركتات. مثلا لو بتروح على لوبلوز، اندبندنس، هدول يعتبروا من التوب هاي، المترو، الاي جي اي، هدول يعتبروا من الغاليين. ناس بقول لك عندهم كواليتي أكثر، ناس بقول لك ما بدي أنا زحمة أروح ألاقي ناس كتير فبدفع أكثر. فتقريبا يعني بدك تحكي مثلا 20% زيادة 30%، بعتمد يعني بديش أحكي لك رقم معين، ولكن هذه السوبر ماركتات بتكون أرخص، وبالتالي وفي عندها عروض دائما. ممكن تروحوا على الفلايرز، ممكن تلاقوها أونلاين، تروحوا على الفلايرز. في أنا حطيت مرة عن موضوع إيجاد الفلايرز في برنامج أنا كتير بهتم فيه ومنزله على اسمه فليب، هذا هو فليب. ففليب هذا بنزله بطلع لي كل الفلاير أوتوماتيك، وبقدر أقارن بين السوبر ماركتات وأشتري. في شغلة في الشراء اللي هي بيت ذا برايس، بيعتمد على السوبر ماركت بدك تروحه. في كتير سوبر ماركتات تعمل بيت ذا برايس، اسأل عن هذا الأوبشن. يعني ممكن تروح تشتري كل أغراضك من سوبر ماركت واحد، مثلا فريشكو أنا بروح عليه هلا، كان وول مارت الآن حديثا لغى موضوع البيت ذا برايس. مثلا أنا بروح عليه بقول له أنا شايف البيض مثلا في سوبر ماركت اندبندنت سعره عليه تنزيل، فبدي إياك بيت ذا برايس، فبقول لك أوكي ورجيني إياه على الفلاير، بتورجيه بنزل لك السعر زي ما هو في السوبر ماركت الثاني. فيش داعي إنك تروح على عدد سوبر ماركتات لأنه هون أرخص وهون أغلى، بتروح على واحد وبعمل لك بيت ذا برايس، وهذا بنزل طبعا كتير من الكوست تبع الأكل. في الكوست اللي بعده اللي هو الاتصالات اللي هو الانترنت والتلفون. هذا يمكن في كندا احنا بنعتبر من اكثر الدول غلاء من ناحية الانترنت والاتصالات. للأسف في محاولات انهم ينزلوا. خليني احكي لكم عن الانترنت. الانترنت بيعتمد كتير على موقعك في اي مدينة انت وعلى الاوبشن اللي موجود عندك. في شركات كثيرة بتعطي انترنت، في مثلا شركة روجرز وبيل هم أكبر شركتين بعطوا انترنت، لكن في شركات تانية ممكن تكون موجودة. وفي أنا لقيت على الكي جي جي، إذا بتدخلوا بتدور انترنت لقيت على الكي جي جي ناس اللي هم ديلرز بسموهم، بعطيك انترنت عن طريق شركة كبيرة بس بسعر رخيص. يعني مثال أنا ماخذ 1 جيجا بايت مثال $50 من واحد عن طريق الكي جي جي، 1 جيجا بايت السرعة عن طريق روجرز، كل إشي مع روجرز بس هو الديلرز هو بالنص. لو بدي أخذه من روجرز $107. فشوفوا قديش الفرق، مش عارف شو السر لكن موجود. بتلاقوا اكتبوا بس ديلز على الانترنت، راح تلاقوا كتير شغلات بالموضوع هذا. الآن زي ما حكيت في شو بسموهم شركات صغيرة تعمل هذا الموضوع، لكن again تعتمد على المدينة والمكان اللي انت
أكيد. الآن بالنسبة للاتصالات، الاتصالات هون في موقع مهم جدا اسمه Whistle Out. هذا الموقع مشهور عالميا .ca، هذا لأنه في كندا بس إذا في دولة تانية بيختلف. Whistle Out بعطيك أفضل البلانز حسب ما أنت بدك. البلانز في كندا بنقسمه إلى قسمين، في القسم الأول إنك تأخذ شهرية بحيث إنه تدفع شهري، ما في إذا بدك تنقل لشركة ثانية ما عندك أي حدا ماسكك، ما في كونتراكت، ما في عقد. وفي الشيء الثاني إنك بدك تأخذ تلفون زائد مكالمات، هذا شوي بيختلف هلا حاحكي عنه. بالنسبة للأول، للسؤال الأول أو الجزء الأول وهو المهم جدا، إنه أنا بدي أخذ، بس أنا عندي تلفون، تلفوني كويس شغال بس بدي أخذ سيم كارد، فبتروح على Whistle Out في أجين عدة options. في مثلا شركة Freedom Mobile، هاي تعتبر رخيصة بتعطيك أسعار كويسة، ولكن مشكلتها إنه لازم تكون في نطاق المدينة عشان تعمل اتصالات. خارج المدينة بصير عليك تشارج لأنه بيعتبروك out of service. بتقدر تعمل اتصالات بس بتصير عليك over. المهم في لهم نظام، الشركات الكبيرة مثلا روجرز وبيل وتيلوس، هدول أسعارهم بتكون أغلى دائما، بس المفروض الخدمة تبعتهم أفضل، والتورات التاورز عندهم تاورز تبعت الاتصالات بتكون أقوى. أجين بيعتمد على المنطقة، مثلا المنطقة اللي أنا عايش فيها روجرز سيء الاتصال فيها، لكن بيل أحسن فأنا مستخدم بيل. بيعتمد على المكان اللي أنت عايش فيه. في مثلا شركات أصغر من الشركات الكبيرة وهي جزء من الشركات، مثلا كودو، فايدو، بتعطيك أسعار أفضل، خدماتها جيدة، ممكن تأخذ معها. أجين بيعتمد، في عندنا مثلا تشاتر، بابليك، هدول بالعكس أرخص إشي، بس هدول عندهم I think 3G ما نقلوا لسه لل4G، فبيعتمد على شو اللي بدك إياه أنت. روجرز وبيل الآن بدأوا في 5G في كتير مدن، مش كل المدن لكن عم بحاولوا أنه ينقلوا لكل المدن. أجين على هذا الموقع ممكن تلاقي كل الشغلات اللي بدك إياها أو المعلومات، وتعمل كمبير للأسعار، قديش تستخدم داتا أنت، كله بيته. في شغلة مهمة، إذا أنا بدي تلفون، أنا والله تلفوني قديم وبدي أخذ تلفون، في طريقتين تأخذ التلفون، في إنك تشتريه كامل وخلص ما حدا إله فيك. التلفونات كلها في كندا الآن حسب القانون غير مشفرة، يعني التلفون تشتريه إلك خلص مش لملك الشركة. وفي ممكن تأخذه بالتقسيط، عادة بالتقسيط بينزلوا لك سعره، يعني بينزل سعره عن إنك تشتريه كاش. إذا بتحسب بالتقسيط مفروض إنه يكون أرخص، مش كل الأحيان، خاصة التلفونات الجديدة بيكون نفس السعر، لكن التلفونات اللي شوية لها مثلا أشهر بتكون أرخص، بيكون عليها عروض، قسطوا لك إياها. ولكن في هذا الوقت أنت مضطر أنك تبقى مع الشركة لمدة سنتين عشان تخلص القسط، أو إذا بدك تطلع من الشركة لازم تدفع الباقي على التلفون. بما معناه أنا مثلا ماخذ هذا التلفون سيم كارد مثلا $40 بالشهر مع اتصالات، ومثلا نحكي 3 جيجا بايت في الشهر، التلفون مثلا $30 بالشهر، معناها لازم ادفع $70 زائد تاكس بالشهر على الاتصالات. الان اذا انت عندك عائله ممكن تو على الشركه وتقول لهم انا بدي اسوي فاميلي بلان، ممكن يعمل لك ارخص بحيث انكم تعملوا شير للداتا، وفي لها طرق بتكونوا مع نفس الشركه بيعمل لك شغلات ارخص. طيب حكينا عن موضوع التلفون، الآن أسعار الملابس. أسعار معلش أنا طولت في هذا الفيديو، بس مهم جدا هذا الفيديو لأنه كتير شغلات ممكن تفيدك وتفيد القادم الجديد. أسعار الملابس يا جماعة، أنا نصيحتي إنك ما تشتري ملابس من دولتك، اللي عندك ملابس موجودة جيبها معك، بدل ما بدل جيبها معك، لكن ملابس هون أسعارها مش غالية. في عنا شغلات اسمها أوتلت، الأوتلت فيها دائما عروض، ممكن تروح تشتري في العروض، أحيانا كتير بيكون في عروض جيدة، ممكن تشتري قميص بولو ب10 $15 $20. في أماكن بسموها الريتيرنز، اللي هي مثلا بتكون مثلا في المحلات الكبيرة، هاي
واحد مثلا شرى البلوزة أو قميص وما عجبه فرجعه فصار مفتوح، ودوه على محلات اسمها ريتيرن تشتري القميص جديد ولكن بنصف السعر ثلاث أرباع السعر حسب القميص ونوعه. فبتلاقي بنطلونات بعشرين دولار، $15، $10، بيعتمد كتير. فكله موجود. أسعار الملابس مثلا في وول مارت رخيصة كتير مقارنة بغيرها. أجين ممكن تلاقي براندز رخيصة بكون عليها تنزيلات، ولكن مهم جدا الملابس الشتوية. أنا نصيحتي وهي نصيحة إن شاء الله تأخذوها، لا تشتري ملابس شتوية من دولتك إلا إذا دولتك فيها برد زي كندا، لأنه أنواع الملابس تختلف، الجاكيتات والأحذية تختلف عن دولنا. يعني الجاكيت اللي أنت بتستخدمه في الشتاء مثلا في الأردن ممكن تستخدمه هون في الخريف، ولكن صعب أنك تستخدمه في الشتاء، مستحيل. يعني نوع الجاكيت يختلف، إلا إذا عندك جاكيت واحد بعت لك إياه من دولة مثلا اسكندنافية، هدول الدول أوكي، بس غير هيك لا تشتري ولا تتبضع، خاصة للقادم الجديد. أجين التنزيلات، راجع التنزيلات، خاصة مثلا عندنا أيام بعد المواسم هاي أو نهاية الموسم بصير في تنزيلات كثيرة، ممكن تتبضع للموسم القادم لأولادك، فبتكون الأسعار كثير رخيصة. طبعا الرحل والخروج والشغلات هاي بتعتمد من شخص لآخر قديش بده يطلع. الحدائق العامة عادة رخيصة، ممكن تجيب لك شوية لحمة وتعمل باربيكيو والأولاد يلعبوا وينبسطوا، لكن هذا الموضوع طبعا بصيف، بفصل الصيف، فصل الشتاء هذا الموضوع غير موجود وللأسف الكبير طبعا للبرد. لكن ممكن تطلع مكان تاني، مثلا تطلع تتزلج على الثلج مع أولادك وعيلتك، ممكن تطلعوا تجزدروا بالشارع، برد يس، بس في أماكن ممكن تمشوا فيها جنب مثلا أماكن تزلج، تروح تأخذ لك مثلا هوت شوكولات وتمشوا. في ناس بيسووا هاي الشغلات، في ناس بيسووا هايكينج مثلا بالشتاء، بسموها سنو شوزينج أو سنو بوتينج، بتطلع تمشي بالغابة بالتلج الفريش اير والهذا، هذه كلها شغلات تتعلموها هون. طبعا مثال أنا حكيته السينما، إذا بتأخذ أولادك على السينما تقريبا التذاكر بين 10 و 20 دولار حسب الفيلم، واجين يوم الثلاثاء معظم السينمات بتعمل تخفيض نص السعر، فممكن تروح انت اولادك يوم الثلاثاء. هاي الشغلات تتعلمها بس تيجي هون، شغلات بسيطه هيك لكن بتوفر عليك. المطاعم، وهذه يعني عادي عندنا كثير بنحبها خاصه في دولنا، مولات والمطاعم. المطاعم بشكل عام في كندا في منها الغالي والرخيص. اسعار الوجبه بيعتمد على الوجبة، لكن خلينا نحكي من 10 الوجبات البسيطة إلى يمكن $30. فأنت بتحكي العائلة مفروض تأكل، إذا بدها تأكل برا في مطاعم صغيرة أو مطاعم عادية، نحكي من للفرد من 10 ل $30، بيعتمد على نوع الوجبة. في مطاعم طبعا أغلى $100 $200 للشخص، هذه طبعا بيعتمد. فيش موضوع في كندا اللي هو الأوبن بوفيه، هذا ناس بتحبه كتير خاصة اللي عندهم عوائل. في الأوبن بوفيه اللي عندهم أطفال صغار، يشوفوا أي يوم عندهم free children ممكن يأخذوا أولادهم بهذاك اليوم، فبيدفعوا الكبار والصغار ما بيدفعوا، خاصة اللي عمرهم أقل من 12 سنة. كل هاي شغلات تريكس ممكن تتعلمها وتساعدك في التوفير أكيد لما تيجي هون. الكافيهات عادة، كافيهات برضو بتعتمد على ايش بدك تشتري. الكوفي مثلا عندنا تيم هورتون وماكدونالدز، هدول من الببليك كوفيز يعني اللي هي رخيصه كثير او يعتبر من ارخص الكافيهات. في كافيهات اعلى مثلا شركات ثانيه او براندز ثانيه، لكن هدول التنتين يعني الكوفي بين دولار ودولارين، مثلا التيمبتس او الدوناتس بين دولار ودولارين، يعني هاي الشغلات اللي ممكن تشتريها لاولادك. فممكن تدخل تقعد انت اولادك واسرتك ساعة زمان، تغيروا جو، تشتروا قهوة $20 هيك وتغيروا جو. مثال يعني هذا أنا بحكي. أجين ممكن تدفع $100 إذا بدك تروح على مقهى والله هاي كلاس، ولا تأخذ لك كيكة تشيز كيك من تعرفه. يعني هاي الشغلات تعتمد من مكان لمكان. آخر شيء وهو أهم شيء يمكن، السفر لدولنا العربية، وهذا سعر مهم جدا لأنه هذا بجت. اللي عايش مثلا في مدن قريبة من تورونتو ومونتريال، لأنه فيهم مطارين كبار،
في مطار كبير برضو في فانكوفر، هدول ثلاث مطارات الدولية الكبيرة. هدول تقريبا مونتريال وتورنتو أرخص أسعار لدول الشرق الأوسط بدي أحكي. معظم اللي بيروحوا على نورث أفريكا أو المغرب العربي بتكون من مونتريال. في كتير مثلا المصرية إيرلاين من تورنتو، الأردنية مثلا دايركت بتروح على من مونتريال، التركية مثلا مونتريال وفي تورنتو. فانكوفر مثلا أغلى، فبالتالي اللي عايش مثلا في كالجاري أو في فانكوفر وبده يروح على الأردن لازم يعني يحسب حساب أنه سعر التذكرة راح يكون أغلى لكل فرد، يعني على الأقل اللي هو التذكرة الداخلية بين بنحكي فانكوفر مثلا أو كالجاري و مونتريال، بعدين مونتريال للأردن مثال. هذا السعر بفرق، لأنه أنت بتحكي مثلا يمكن يكون $500 تو ويز التذكرة، والتذكرة أصلا للأردن $1,000، فبتصير 1500 وهذه الزيادة على كل فرد. فهذه الأسعار بشكل عام في كندا. معلش أنا طولت في هذا الفيديو، ولكن حبيت أعطيكم ملخص سريع عم ما بيسألوني إياه ناس كتير. أجين برجع بحط لكم أهم المواقع اللي ممكن تنتبهوا لها وتكون معكم، اللي هي نامبيو، اللي هو بعطيك المقارنة بين المدن، وفي بعطيك بعض الأسعار. كي جي جي هذا بعطيك أسعار البيوت، أسعار الأجارات، أسعار السيارات القديمة والجديدة أحياناً، وبعطيك أيضاً أسعار بعض العفش، أسعار كتير شغلات ممكن تستفيد منها. كي جي جي ممكن تأخذ خدمات، ممكن تجد إنترنت رخيص، تلفونات أسعار رخيصة، بدك تنتبه شوي لأنه طبعاً في ممكن هذا ريل تور، هذا للمنازل، معظمها للمنازل الجديدة عشان تشوف أسعار المنازل الجديدة. وأجين آخر موقع اللي هو ويسل أوت، اللي هو موقع مهم جداً لمقارنة أسعار التلفونات والإنترنت في كندا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله تكونوا موفقين في أخذ القرار أين تسكن في كندا. إذا عجبكم هذا الفيديو، معلش أنه طويل ومهم، إذا عجبكم أرجو منكم أنكم تعملوا شير، تعملوا سبسكرايب، وتعملوا تفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.